خلينا نشوف كتبنا في السوشيال ميديا. الحقيقة كتبنا رغم كل المآسي والانقلابات اللي بنشوفه في العالم العربي، لكن هل نشهد قريبا نهاية الحكم العسكري؟ هل يعلن الغرب قريبا فشل الجنرالات وعودة الجيوش لدورها الطبيعي؟ خلينا نشوف حضراتكم قلتوا ايه. نبدأ بأول زميل حسين بيقول: السياق التاريخي يخبرنا أن المآسي يتبعها ازدهار، فأوروبا ازدهرت بعد حربين وأمريكا بعد حرب أهلية دموية. حتى في تاريخنا الإسلامي ازدهرت حضارتنا بعد صراعات، لذلك مع يأسنا لكن لازال هناك أمل. وتحياتي ليك يا حسين والله العظيم، وانت قارئ تاريخ رائع جدا، وده اللي احنا محتاجينه فعلا. محمد بيقول: لو كل واحد منهم في جزيرة لوحده وفيها شجرة واحدة يصنع منهما مركب يبحث بهما أو بها عن نجاة، ولا يصنع منها كرسي يجلس عليه الحد لما يموت فيها، ولكن هم أغبياء يصنعون الكرسي، والغباء السياسي حكمة ستظهر عن قريب. وبالشعوب برضو طارق أبو سيف بيقول: سيعلن ذلك لكن ليس قريبا، فالمئة سنة ليست بالشيء الكثير في عمر الدول. أعتقد أننا بحاجة إلى أقل من ذلك لنثبت للغرب فشل جنرالاته. تحياتي ليك يا طارق جدا. محمد بيقول: محمد أنت عربي أو من ربما من شمال المغرب العربي، سلام عليكم سيد محمد. أما أمر إعلان فشل جيوش عربية مرتبطة بالشعوب، إذا توحدت كلها على كلمة واحدة فلا يستطيع الغرب فعل الشيء، لأنهم يستمدون قوتهم من تفرقنا. بشكرك جدا يا محمد جدا، وتحياتي للبلد الشقيق. هيام بتقول: وهل الغرب يريد لنا أن ننجح؟ الغرب يدعم من ينفذ أو من ينفذ ما في مصلحته هو، ولا يهمه نجاح جنرالات معانا أو فشلهم، يعلن فشلهم فقط إذا أخلوا بوعودهم معهم. صح جدا، بشكرك هام جدا. أبو يوسف مطروح بيقول: ما نراه في السودان والجزائر يقول أن الكلمة الأولى والأخيرة للشعب، فخلع الرئيس لم يعد صعبا، لكن التحدي الأكبر هو خلع المجلس العسكري الذي شكله ذلك الرئيس. إنما النصر صبر ساعة. بشكرك أبو يوسف جدا. أم رودينا بتقول: عمر الغرب ما يفكر بسقوط السلطات العسكرية لأنها لا تمثل لها، لا يبقى الوضع على ما عليه، ومميزاتها الانصياع التام للغرب ومتل. لا 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 لا، أم رودينا، الغرب نفسه اللي أيد بينوشيه في تشيلي، هو نفسه بعد 15 سنة خلى السفير الأمريكي يمشي في مظاهرة بتطالب بالاستفتاء اللي هيسقط بينوشيه. الغرب ما يهموش الأشخاص، يعني الوضع زي ما انت بتقول يا مردينة، الوضع لا يهمه شخص محمد ناصر، حسني مبارك، السادات. الغرب يهمه المصلحة، مين هيجي فيها كويس ويحافظ تمام، لكن الغرب حقيقة لا عهد له ولا يقيم أي اعتبار للأشخاص خالص، فالأشخاص بالنسبة له مجرد هياكل يعني ممكن تتغير. بشكرك يا مردينة وأتمنى نكون متفقين. نور الصباح بتقول: نعم ستنتهي الانقلابات العسكرية المنطقة لو بعد حين، وفي الوقت الذي يتيقن الطاغية ثباته على الكرسي وامتلاكه رقابهم، ونفس وقت سقوطه مدويا، وبرحيل الانقلابات تزول إسرائيل من الخريطة. لا حكم الجنرالات المغتصب هو الضمان الرئيس لبقاء إسرائيل جاسمة علينا. اطمن انت مش لوحدك وباطل. بشكرك يا نور جدا. أسامة بيقول: كون الطريقة واحدة ومش بتتغير فده في حد ذاته فشل، كون عسكر السودان يستعينوا بعسكر مصر ويمشوا على خطاهم وهم أفشل عسكر فده فشل. وفي فرق بين العسكر والجيش، الفكرة كلها أن النوعية دي من البشر كده، لكن 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 برا أهم حاجة عندهم أن المصالح تمشي والشعوب ما تتحررش. العسكر فاشل. تحياتي ليك يا أسامة، ما عدا كلمة لكن، لكن أنا رأيك ده أنا متفق معاه تماما جدا جدا. بشكرك يا أسامة ناجح. السيدة بتقول: لو الشعوب أرادت وصارت وتمسكت بعودة الجيوش لسكناتهم ولوظيفتهم الصحيحة سيردخ الغرب للثورات ويؤيد الحكم المدني. الغرب لا يهمهم من يحكم، كل ما يهمهم مصالحهم. يا سلام يا سيدة، بشكرك جدا.